دراج ثيرابي اوف اميبياسيس، هنتكلم على طفيل مهم جدا من البروتوزوا، هو الانتاميبا هيستوليتيكا. الانتاميبا هيستوليتيكا ممكن تسبب لي مجموعة كبيرة من الامراض. عايزين نعرف ايه علاج كل نوع من الانفكشن اللي بتسببها الانتاميبا هيستوليتيكا. في كلمة صغيرة بتساعدنا نفتكر الأدوية اللي موجودة في السوق أو الأبروفد. Most deception is dangerous. كلمة most الحروف بتاعتها بتفكرني بالمترونيدازول والأورنيدازول والسيكنيدازول والتينيدازول. الأربعة دول بيكونوا مجموعة اسمها النيترو إيميدازولز، ودي أشهر مجموعة مستخدمة في علاج الأميبياسيس. الدي دايلوكسانيد والاي او ايودوكينول دي أدوية بتأثر على طور معين من الانتاميبا اللي عايش في اليومين اليومينال دراجز. الاي امتين واخوه الدي هيدرو امتين والسي الكلوروكين، الاتنين دول بيأثروا على التروفوزويت اللي هنتكلم عليه حالا، ودول كلهم اسمهم بينتهي بـ INE وجايين من نباتات فهم الكالويدز. البارومومايسين والتتراسايكلينز دول مضادات حيوية antibiotics. يتبقى لنا اتنين، الارسيفيوريل اللي بيبقى في السوق باسم ميفيروكسازايد ونيتازوكسانيد. الاتنين دول ما خدوش ابروفال من الـ FDA على العلاج، ولكن هم موجودين في السوق في مصر وبيستخدموا. عايزين نشوف بقى هي الاميبا ممكن تعمل لي ايه. دي اللايف سايكل بتاعت الاميبا، بتبتدي بالماتيور سيست. الماتيور سيست بيبقى موجود في الاكل الملوث، بيخرج من البراز بتاع عيان. لو دخل الجي اي تي مرة تانية بلعته يبقى انت خدت الانفكشن. بيمشي في الجي اي تي يتحول الى التروفوزويت الطور النشيط، يطلع بره السيست ويعمل لي تروفوزويت، والتروفوزويت يتكاثر. لما يتكاثر ممكن يهاجم جدار الانتستين، ممكن يهاجم الليفر. احنا عندنا ثلاث احتمالات، يا اما السيست موجود وما بيعملش مشاكل جوه الجي اي تي الا انه بيخرج للخارج عشان يهدي واحد تاني، ده اسمه السيست باسر، او ان التروفوزويت خد بعضه وهاجم جدار الانتستين وعمل لي الاميبيك ديزنتري اكيوت، وممكن تبقى كرونيك كمان. وساعات يسيب الانتستين ويروح الليفر التروفوزويت، او يروح مكان تاني بره الجهاز الهضمي فيعمل لي هيباتيك اميبيايسس والاكسترا هيباتيك اميبيايسس. احنا عايزين نعرف نعالج كل واحد من دول ازاي. نيجي بالسيست باسر. السيست باسر عيان ما بيشتكيش، اسيمتوماتيك، غالبا اسيمتوماتيك، واكتشفت السيست في البراز بتاعه. ايه المشكلة اللي عنده؟ انا خايف انه يعدي غيره، انا خايف ان يجي وقت والسيست ده يطلع التروفوزويت بره ويعديه هو نفسه. افضل دواء استخدمه عشان اموت السيست هو الدايلوكسانيد فيروئيد. القرص بتاعه 500 ميلي جرام، بيتاخد 3 اقراص 10 ايام، وهذا من الأدوية السيف اللي تقريبا ما بيعمليش أدفرس إفكتس. بديل له دواء تاني اسمه الأيودوكينول، ده القرص بتاع 650 ميلي جرام، بيتاخد أيضا 3 مرات بس 21 يوم. الأيودوكينول ده باي أيودو هيدروكسيكين، كان البيرنت بتاعه قبل كده اسمه كلورو أيودو هيدروكسيكين،
البيرنت بتاعه بطل يستخدم عشان الادفرس افكتس بتاعته، والايوزوكينول هو اللي لسه موجود، وده الترناتيف لان مدة العلاج اطول ولان الادفرس افكتس بتاعته اكتر. في بديل تاني من مجموعة الامينوغليكوسايد البارومومايسين. البارومومايسين ده امينوغليكوسايد ما بيستخدمش تقريبا الا في الاميبيايسيس. طيب لو التروفوزويت طلع من السيست وهاجم جدار الانتستين هيسبب لي اعراض الاميبيك ديزنتري. الاميبيك ديزنتري فيها اسهال، فيها تعنية، فيها ارتفاع في درجة الحرارة بس مش عالي قوي زي الباسيلر ديزنتري. انا عايز هنا اموت التروفوزويت. اموته بايه؟ احسن علاج هو الميتروميدازول. القرص بتاعه فيه 250 وفيه 500، بيتاخد 3 مرات 7 ايام على الاقل. الميتروميدازول هو العلاج المفضل في علاج الاكيوت اميبيك ديزنتري، بس لما بديه التروفوزويت هيموت، بس بعض التروفوزويت بتهرب وتدخل جوه سيست عشان ما تتأثرش، فانا لازم اشوف بديل عشان اموت السيست بعديها. الالترناتيف للميتروميدازول عشان اموت التروفوزويت هو التتراسايكلينز الدوكسيسايكلين. طيب والسيست اللي هيعيش بعد كده ادي تريتمنت اوف سيست باسر. لقيتني ساعات اخاف ان العيان بعد ما يخف ما ياخدش العلاج بتاع السيست، ففي احيانا احط علاج السيست باسر مع علاج التروفوزويت في نفس القرص. يعني عندي حلين، يا اما ادي ميتروميدازول وبعديه علاج السيست باسر، او ادي الاتنين مع بعض زي الدواء ده الفيورازول، حاطين فيه الميتروميدازول وحاطين فيه الدايلوكسانيد. طيب لو راح للليفر، لو راح للليفر الموضوع هيبقى خطير جدا، لانه ممكن يقلب الاميبيك هيباتيتس باميبيك ليفر ابسس ويبقى عايز درينج، لازم الحق بسرعه واموت اللي في الليفر. وافضل حاجه هو ايضا الميتروميدازول، وفي المره دي ممكن الجا له حقن لو العيان بيرجع ومش قادر يبلع القراص لحد ما يقدر يبلع القراص، وبحط معاه دواء تاني بيموت التروفوزويت ايضا ولكن مور افكتيف في الهيباتيك ستيج. ليه؟ لانه بيبقى متركز حوالي 400 مره اكتر في خلايا الليفر، اسمه الكلوروكين، وده دواء من ادويه علاج الملاريا. وهنا العلاج ممكن يستمر لشهور، علاج الاميبيك هيباتيتس صعب. بديل الميتروميدازول عندي ادويه قديمه زي الدي هيدرو امتين. لو نفتكر كان عندنا زمان للبريسيا دواء اسمه الامتين او بيتسمى الترطير المقيئ، وده دواء كان فيري توكسيك، عملنا ديريفاتيف منه اخف منه شويه اسمه دي هيدرو امتين، وده بيتاخد حقن، وبيتاخد حقن انتراماسكولار بس لان الحقنه بتاعته بتوجع. وممكن ايضا احط معاه الكلوروكين، وبعد كده لازم ادي برضو علاج السيست باسر لان لما باجي موت التروفوزويت بيهرب ويبقى انسيستد. ايه الادفرس افكتس بتاعت الفيموس دراجز اللي بستخدمها في علاج الاميبا؟ نبتدي بيه الدايلوكسانيد. الدايلوكسانيد مهم. طب والميتروميدازول؟ الميتروميدازول احنا اتكلمنا عنه قبل كده مع الادويه اللي بتاثر على النيوكليك اسيد، مش هنرجع له تاني. الدايلوكسانيد تقريبا الادفرس افكت الوحيد اللي بيعمله انتفاخ فلاتيولنس. الايودوكينول لا، ده في داي ايودو يعني في 2 ايودين، فممكن بيعمل لي التوكسيستي بتاعت الايودين. واخوه القديم اللي كان اسمه كلورو ايودو هيدروكسيكين كان بيعمل لي حاجه اسمها سمون سندروم او سب اكيوت مايلو اوبتيك نيورايتس، فاحنا برضو بنخاف ان الايودوكينول ممكن ياثر على النظر. الترتر اميتك القديم بقى بتاعنا اللي جاي منه الداي هيدرو اميتين كان فيري ايريتنت، كان العيان لما بياخده بيفضل يرجع، عشان كده اتسمى الترطير المخيئ. فايضا الداي هيدرو اميتين ايريتنت، ولما اجي اديه ما ينفعش اديه تحت الجلد،
ولا بديه في الوريد عشان ما اعملش صدمة فلوبايس، بيتاخد ديب انتراماسكولار. ولما يوصل الدم ممكن زي التارتر اميتك بالظبط يهيج الفوميتنج سنتر ويعمل لي فوميتنج. ايضا هذا الدواء بيعمل لي ويكنس، بيأثر على العضلات سواء كانت كاردياك ماسل او سموز ماسل او سكليتال ماسل. الكاردياك ماسل بيعمل ويكنس، السموز ماسل بيعمل فازو دايليتيشن وهايبوتنشن، والكاردياك ماسل بيعمل كارديو توكسيستي واريثميا. فهذا الدواء المفروض انه في امريكا ما بيستخدمش الا بالطلب من السي دي سي سنتر.